مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نجوم وأضواء. حلقتنا لهذا اليوم مميزة ورائعة. وجود راح أشرب وأنا راح أستقبل الضيف. إذا حبتنا المشاهدين قبل ما أستقبل الضيف خلوني أشكر مول القاهرة على حسن الضيافة والاستقبال ونروح نشوف ضيف حلقتنا. ورجعنا لكم احبتنا المشاهدين بعد ما استقبلنا ضيف الحلقه المميز الشاب الطموح صاحب الصوت الجميل حبيبي. امجد رأفت حبيبي. اهلا وسهلا بك وحياك الله. اهلا وسهلا بك وبقناتكم اكيد قناه فلوجه المقطره الكادر الجميل. شكرا لك اكيد ست شهد. اهلا وسهلا بك استاذ امجد نورتنا ونورت برنامج نجوم وضواء. انت النور الله يخليك. امجد حبيبي نجوميه بعمر صغير وابتسامه جميله حلوه طوله. من اختار الفن؟ شلون دخلت للفن؟ هواية؟ احد اكتشفك ودخلت للفن؟ احكي لي هاي التفاصيل. انا صغير بالمدرسة اغني يعني بالصف ادندن بالفرصة فصار عندي جمهور طلاب. اي صف الحكي؟ هاي صف خامس ابتدائي. ممتاز. اي فعندي مدرسة الجغرافية الله ما اريد اذكر اسمها الله يذكرها بالخير. فهي اللي شجعتني قالت لي صوتك حلو وهاي بديت المسيره. زين ورا هاي ابويا شجعني انا من عائله فنيه ما شاء الله مشت باشرت بالوضعيه. شو كنت حسيت نفسك انت مطرب صح؟ والله حسيت نفسي مطرب صح من صعدت مسرح يعني. وقبلها كانت تجارب اي كانت تجارب موهبه وهوايه وهيك شيء. بعدين من صعدت على المسرح صارت عندي مسؤوليه كبيره. وانتك من هاي المسؤوليه؟ والله يعني المسؤوليه قدام الجمهور، الثقافه الموسيقيه، ثقافه نفسي موسيقيا يعني تعتمد اكثر شيء على الذكاء. يعني هسه عندنا هواي فنانين دارسين موسيقى بس عندهم نواقص. بس اهم شيء الذكاء، شغل ذهنك يلا تشتغل، يعني مو كل شيء انه دراسه. مفهوم. زين امجد مجال الغناء هو صعب. اي نعم اكيد. شلون قدرت تثبت نفسك انت بين ذول المطربين او الفنانين؟ والله هي مساله اختيارات وتوفيق. زين. يعني اختاريت صح واشتغلت على نفسي صح من الصفر لحد ما وصلت هسه هاي انا المرحله الحمد لله والشكر. وبعد يعني بعدني انا حاليا صفر ما واصل. ما اشوف نفسك يعني ناجح هسه انت حاليا؟ يعني نقول نجحت عندنا اغنيه. نجحت. أيه. يا اغنيه الشيخ الديره هسه موجوده بالترند. زين امجد اختيارك للاغاني ذكرت انه ممكن نختار الاغنيه نختار النص. انت تختار النص لو مثلا اكو اشخاص سابقيك بالتجربه يختاروا لك النص ويقول لك هذا مناسب لصوتك تفكر. لا اكيد احنا جروب نجوم البدر. نعم جروب كملحن شاعر مخرج يعني موزع موسيقي مهندس هاي كلها يعني لازم كل واحد يعطي رأي. شلون تختارون الأغنية؟ نختار الأغنية من كنا ننجمع. نعم. ورأينا يكون واحد بهاي الأغنية. هاي الأغنية تكون بيها الضرب. يعني ممكن تغنيها تيست قدامهم؟ أي أكيد نعم. نغنيها تيست مرات ما نغني يعني تيست أوكي قبل مباشر هاي الأغنية. حبيت النص. أي الفنان الفنان فنان. يعني ما تحس إنه يعني ما تحس إنه هي قريبة إلك أو قريبة لخامة صوتك هذا الأغنية. هذا شيء أكيد هذا. او مثلا الملحن يجبرك انه تجي تغني. لا لا ماكو جبر. لا ماكو. هو يوجه لي ويقول لي ترى هاي الاغنيه حلوه بصوتك. زين. ترى هاي الاغنيه يعني بيها فد فايده في اجي اني اقعد ادندل بيها اشوف نفسي اقدر اغنيها مثلا اقدر اوصل للعالم لو ما اقدر هنا انا اذا اقدر اباشر بيها باشر اكو اغاني مو لوني ما اقدر اغنيها. هي اكيد تنفرض عليك مرات. لا ماكو شيء فرض. ماكو شيء. لا هذا الشيء انا زين ذكرت حضرتك انه انت مع نجوم البدر. اي نعم مع الفنان والملحن نصرات البدر والمخرج رأفت البدر. تحياتنا لهم. أكيد تحياتنا لهم. موقع وياهم أكيد.
اي اكيد شبه شبه يعني. تمام شغل وياهم يعني. زين اليوم هم انتجوا للاغنيه العراقيه الكثير. نعم خلينا نحكيها انهم ساعدوا الاغنيه العراقيه حقيقه. اليوم تعاملهم مع امجد رأفت الشاب ممكن يكون تعامل مختلف على اعتبار هم يصنعون النجم. اكيد نعم. يعني شوف اكو انسان يجي يوقع نعم. عقد ما يعرف شنو موضوع العقد. يعني ما يعرف شنو العاليه شنو لازم يسويه ما يعتمد هو اليوم انا موقع وياك اعتمد وياك حتى اكلي اريده منك ماكو هيك. انا موقع وياك كانت مخرج تصور لي. نعم. موقع وياك كملحن تلحن لي. ما من الممكن اجي انا اطلب عيشتي من عندك. والله ما عندي طيني والله ما عندي طيني والله ركبني سياره. يعني اكو فنان يطلبون من شركات الانتاج. هواي هواي هواي. وشنو سببها يعني؟ سببها ممكن يعللها المطرب يقول لك انا ما اخذ مستحقاتي الكامله ممكن من الـ من, الـ من الشغل وياهم لو طمع. اكو هواي امور طمع يعني. يعني اليوم اني مثلا فنان شغال يعني جاي دا اشتغل عندي مثلا واحد بالجروب فنان يريد يعتمد عليه والله اني دا اشتغل. لا حبيبي انت روح اشتغل على نفسك لازم هيك ايد واحده ما تصفق. صح. زين امجد ارباح الاغاني وين تروح؟ احنا سمعنا من هوايه مطربين انه نعم. ارباح الاغاني جزء للمطرب والجزء الاكبر تروح شركه الانتاج. هي الجزء الاكبر شركه الانتاج لان هي شركه الانتاج جاي تنتج فلازم هي الارباح مالتهم وهي القناه مالتهم. يعني انا جاي كمطرب ما اقعد اطالب باربح قناه. القناه مو انا التعبان عليها مو انا اللي مسويها ما ضايف لها محتوى انا ضايف صوتي بس. زين يعني هو من منتج لك ما ماخذ من عندك مستحقات يعتمد عليها من خلال الارباح مال القناه. اكيد. زين ارباح الاغنيه مالتك انا طير ايش حصلت من عندها؟ والله حصلت من عندها حب الناس وجوهكم الحلوه شفناها ارباحها. اي والله هاي وارباحها. ارباحها ماكو ارباح. يعني ما انظلمت بيها؟ شلون يعني؟ بالارباح ما انظلمت؟ لا هو يعني بالوقت الحالي ماكو ظلم موضوع ارباح هواي. كانت قبل يعني ولحد الان موجوده يعني لو اني اسوي قناه نعم. واني اسوي بيها محتوى اكيد ارباحها الي. طبعا بس القناه مو مالتي ما يصير اداعي بارباح. بما انه هم منتجين لك الاغنيه. اي اكيد هو اللي صارف لي على الاغنيه هو صارف من جيبه. زين فاكيد راح يستفاد من ارباح. زين. يستفاد ياخذ نص من المطرب ممكن حتى يهيئ له ويوصل المرحله. زين انت كفنان بعيدا عن شركه الانتاج تقدر تنتج لنفسك اغنيه من فلوسك الخاصه؟ اقدر انتج بس مو مثل ما شركه الانتاج. يعني اقعد اروح اتفق ويا فلان شكل وفلان شكل ودوخه. مو البشر مو قلت لك ايد واحده ما تصفق شريده صيراني. بس هم كشركه صحيح كما يقال ان التعامل مع نصرة البدر صعب من ناحيه الالحان. اكيد لان الانسان واصل فنان يعني صنع جيل. نعم يعني نصرة البدر مو اليوم البارحه صنع جيل فني لازم يكون التعامل وياه صعب وغالي. مو من الهين انه اني اليوم لازم اشوف نصرة اروح اشوفه باي مكان وما يصير. لازم اكو مراحل يلا اوصل هذه المرحله. يعني لازم اكو مراحل يلا اقدر اقعد ويا نصرة او يشتغل الاغنيه او هواي اكو مؤهلات. زين الحظ يلعب دور؟ الحظ اكيد. الحظ يعني مثلا اكو فد طرق تقدر توصل بيها بذكائك بموهبتك بشخصيتك تقدر ممتاز. توصل هالعالم ممتاز. زين عندك اغنيه شيخ الديره نجمت بيها؟ والله لحد الان الامور طيبه. غني لنا اياها. يلا خلينا نسمعها. يلا نغني المقطع. نغني المقطع اللي وصل. انا طير حور بالجو طاير وانت الفريس انزل مجيب حق مربع وبلطق ونيس ولك كان شيخ الديرة. والنعم تحياتي لك حبيبي. بما انه حكينا عن شيخ الديرة اكو الحان متشابهة؟ والله مو هي شوف هي الوان مو الحان متشابهة. الوان ويصير توارد يعني مرات بين الشعراء يصير توارد نفس الكلمة. زين متواردة الشيخ الديرة مع اغنية معينة؟ هي مو متواردة. شوف احنا اخذنا النغم المصري حولناه الى عراقي. احنا ما اخذنا مثلا اغنيه مصريه غنيناها مصري. هذا كلش طبيعي. اجتهدتوا عليها حدثتوها؟ اجتهدنا عليها حدثناها غيرنا الايقاع سويناها واشتغلناها صارت حبها الجمهور ومشت الاغنيه. امجد اسم فنان عراقي. نعم. حققت نجاحات جميله. نعم. الفن هو اختارك لو انت اختاريت؟ انا اختاريت الفن. شنو اللي خلاك تختاره؟
عندي موهبه زين، يعني انا فطنت على نفسي عندي موهبه اغني، ما يعني عمره حياتي ما صادفني انسان قال لي صوتك بشع او صوتك ما حلو، او ما صادفت يعني ناس موسيقيين قالوا لي انت مو موسيقي زين. فلهاك منو ساعدك؟ ها؟ منو ساعدك او دعمك؟ دعمني اكيد ابويا، وابويا فنان يعني وليد ديسكو، تحياتي له اوجه له تحياتنا له. فيعني هو اللي دفعني وعلمني المقامات وعلمني الطبقات، انا شفت انه معناها انت اسمك امجد وليد مو امجد رافت؟ امجد وليد. شوفي ليش غيرت الاسم؟ اكو باليوتيوب اللاعب امجد وليد العراقي، تحياتي له. فمن دا انزل اغاني، اغاني جاي تنظلم باليوتيوب، تكتبين امجد وليد يطلع لك المقاطع مال امجد وليد اللاعب القديم. فانظلمت اغاني، يعني اروج ما تطلع اغاني، فحاولت انزل باسم جديد. فلهكذا نزلت باسم جديد وحققت نجاح. الغنى بالليل حلو. شوف الغنى بالليل اكو هواي بي امور، بيخش فلوس طبعا، خوش فلوس ايه. بس اكو يعني اكو انسان يتقبل هذا الشيء، اكو انسان ما يتقبل النفس هذا الشيء. من يا ناحية يعني اكو مراحل بالانسان، يعني انا من كنت صغير واصعد بالنوادي الليليه عندي فد عادي، عندي فد روح رياضيه واغني. من هسه كبرت بهذا عمري يعني شويه اكو صار شلون المستحى، يعني كنت البس لبس مال ليل، يعني كنت جريء تعرف شلون. فاكو مراحل، اكو مراحل عد المطربين يوقفون بيها بعد ما يغني ليل، واكو مطرب لا يمشي ويا الموضوع يشتغل يمارس مهنته. بس هو يعني بعض النواحي الليل ما بيشي، يعني كل الدول بيها نوادي ترفيهيه وفد اوقات جميله، بس مو كل الليل. يعني انفرض عليك ناس ما حبيته انت، يعني اغنيه او اي مستحيل، ماكو شيء، ماكو. هي لازم اول شيء ذوقي انا راح اغني، انا راح اغني الناس. يعني انت تختار عن الناس؟ اي لازم هو يتقدم لي النص او الاغنيه تتقدم لي كجايد كامل. مفهوم زين. بعد ترقى يمي اني انت تختار هذا حبيت تغني اكيد زين. امجد تقدر تعوف الليل؟ طبيعي اقدر اعوف الليل واقدر اضل بالليل، وهاي حريه شخصيه. زين واذا عفت الليل راح تقلل الفلوس؟ ما تقلل الفلوس. ليش؟ شلون؟ اكو حفلات، اكو حفلات جماهيريه، واكو كل شيء كلاش بالدنيا. زين هاي من يوفر لك اياها؟ انت تعاقد لو الشركه اللي متعاقد وياها حضرتك؟ الشركة مرات توفر تساعد، مرات أنا أخلي إدارة أعمالي يشتغل لي. ها هي هذا الموضوع أنا بكيف يعني. زين إذا خليت إدارة أعمالك تشتغل لك، الشركة راح تقول لك أخذ أرباح من عندك لو خلص إلي؟ إيه أكيد، هو أنا مقطع وياهم لازم أكو أرباح. يعني حتى إذا كان الشغل من خلال مدير الأعمال؟ من أي خلال حبيبي، أنا لازم أحاسب، أكو ناس تشتغل لي وده تنتج لي لازم أحاسب نص. هذا الشيء مستحيل نختلف عنه. زين بداية دخولك للفن واجهت صعوبة لو كان الطريق سهل أمامك؟ والله بالبداية أكيد واجهت صعوبة كلش، لأن كنت صغير. أنت كنت صغير وكان الإنتاج كله أنا يعني أنا اللي أدفع، فواجهت صعوبة بيه؟ واجهت صعوبة هواي يعني، مو وشوية عدنا بالشركات وال يعني ناس شلون تقولين يطبلهم فنان جديد هيك يمدهم ياكلوه، عباك مدى يطغني، عباك دا يطول المستقبل كله. زين احتكرتك شركه انتاج لو لا؟ ماكو، لا ما احتكرت، ماكو شيء اسمه احتكار، اكو شيء اسمه عقود عمل، عقود ارباح، عقود انتاج، ارباح توزع. اي اي طبيعي ماكو شيء اسمه احتكار. لا شنو يشاع احتكار واحتكار و 30 سنه و 40 سنه و 25 سنه و 15 سنه؟ بالبدايه وضح لنا هذا الموضوع. بالبدايه كانت اكو احتكارات بالبدايه عقود، وهو هذا اللي يحتكر. لا هو شنو يحتكر؟ من يا ناحية؟ يحتكر بس وضح لي. مسألة مستحيل أي واحد يتصرف بيك، يعني حتى مدير أعمالك بعد ما يقدر يجيب لك شغل؟ مستحيل، هم يخلوا لك مدير أعمال وهم هي هم يحددوا لك مدير الأعمال؟ هي أكيد، يعني مو أنت تختاره. لا هسه شوية تروضت الأمور، صار الموضوع عقد إنتاج وعمل، وأني بعد براحتي لأن هي شوية كان تقيد. هسه ممكن انفتاح؟ اي انفتاح تغيرت، يعني هسه انا يعجبني فلان ادارة اعمال اروح اقدمه للشركه، يا ترى هذا صديقي واي اوكي. وصلت الى مرحله يا امجد قمت تعرف جمهورك شنو يحب منك؟ طبعا اكيد اكيد. شلون العد الجمهور العراقي كلش ذواق. من يا ناحيه ذواق؟ من ناحيه الطرب العراقي، الاغاني الفرائحيه، يعني كل شيء مسموح. يحب الهوى الشعب العراقي؟ اي انا احب الهوى. انت تحب الهوى؟ اكو احلى من الهوى؟ سمعنا العاد سمعنا شي هوا. لا ماني قادر
انسى الهواني شو قلب الصاير نار تشواني. اي والله وباقي بلياك ما اقدر انساك باقي بلياك وما اقدر انساك ما اقدر انساك ولو عمر ثاني ابقى نمتاني يا زماني لو عمر ثاني ابقى نمتاني يا زماني. الله اكو احلى من الهوى العراقيه. زين اكو هوى شوف هسه استخدموا الهوى انه جو المعزوفه والهوسه والطربقه هذا شيء غلط. الهوى توصلها توصلها بالصوره الصحيحه. يعني اسوي اني ايقاع راقص واسخلي العالم تندمج بس بادب اكو شيء بيه حدود صح بكلام حلو كلام بيفد ورد بيفد عطر جميل بيفد انسانه جميله توصفها بي. هسه صارت جيبه وخلي زين والنص شلون يعني النص هم يكون ممكن نص مبتذل ما عيب هذا هسه نص الاغاني مبتذله اي والله وهذا الشيء اللي خلاني يعني اكره حتى الفن بس انا رجعت شغلت افكاري واشتغلت انه الكلام اللطيف اللي تستقبل العالم اشتغله وهم الطف بيه الجو وهم ارقص بيه. زين يمكن بالشركه اكو تدقيق نصوص؟ اكيد طبعا هذا شيء ضروري. يعني ممكن الكلمه الخادشه للحياه مستحيل تنشار. ممكن الكلمات لازم. اللي تزعج الذوق العام تم ترفه. اي مو قلت لك نتفق على الناس ونشيكه من جد. لا بعيدا عنك مثلا انا شاعر جيت انطيت اغنيه للشركه اي الشركه راح تدخلها يقولوا له هذا اكو هناك كلمه يعني مو حلوه غير يغير اكو شاعر يغيرك وشاعر يقول لك لا والله هذا كلام انا ما غيره اي هذا شو نسوي له باي باي روح اكتب ويا نفسك حبيبي وصارت هوايه مو اي اكيد لان هسه تقريبا الجو قام يحب يجي شيء او جزء من الجو العام لا والله هسه الجو رجع اي كان خربان قبل يعني سنه منتهى الجو هاي المعزوفات وبنات الليل وفد غنى بذيء محل هسه بدا يرجع وان شاء الله بوجودنا وبوجودكم نرجع الاجواء ان شاء الله بوجودك ان شاء الله خلينا نرجع امجد اغنيه شيخ الديره ايش ضافت لك؟ ضافت لي حب الناس انعرفت فنيا القنوات قامت تدز على هواي تغيير يعني تغيير حلو بس بعدني انا ما قاعد اشتغل حفلات اريد بعد احس نفسي بعدني يعني مو بعد الطول اي لان الفن بحر يعني نقطه بحر فبعد اريد احقق نجاحات حتى اني اطلب الاجور اللي تليق بي وتليق باعمالي وتليق بصوتي اي اليوم البشر اذا يريد يعني يخرب السلعه مالته يبيع بيش مكان زين صح مو صحيح أي. فهذا ما يدوم يظل يرخص بسلعته على ما تنتهي مهنته ويرجع للصفر يرجع للصفر اي بس انا ليش ارخص مهنتي اغلي مهنتي حتى اظل غالي واشتغل لهم الشيء اللي هم يعني بس الغالي يسمعه بعد ما اكتفيت اي اكيد اكيد لك هوايات طبعا شو راح ترجع شنو شلون يعني من تعوف الفن والغنى والطرب تريد تتجه الى هوايه اخرى شنو الهوايه اللي ببالك والله يعني شنو الهوايه انا كنت مهندس ديكور اشتغل ديكورات ما شاء الله اي بس انا يعني عفت هذا الشيء من لقيت عندي موهبه اشتغلت ممكن ترجع لها لا ليش ارجع لها ان شاء الله نكمل بالفن زين الفن مرتبط بالحب مو هواي كلش مو بين من الكلش زين شنو العلاقات العاطفيه اللي ممكن تخليك تبدا والله هي شوف مرات اكو مثلا تصير مشكله ويا الحبيب راح انزل اغنيه حزينه وطي بيها كل احساسي مرات اكو علاقه طيبه مع الحبيب انزل اغنيه حلوه ابدع بها هي مجرد احاسيس صديق العمل او صديق النجاحات صديق العمل موجود خلف الكواليس امير شايع تحياتنا له صديق النجاحات صديق النجاحات هواي اصدقاء نجاحات بس بعدين طلعوا اصداق التفليش ليش حبطوك مو حبطوني هواي وعود كاذبه وهواي شوف اني انه امشي بطيبه قلب نعم اليوم الانسان الصافي مع الاسف يعني الانسان الصافي وقلبه طيب وعلني تيشتغل يوقع صح بس هسه انا صرت قوي وقعدت ويا كم ناس ويا اصدقاء ويا صديقات ويا هواي امور هسه انا بعد ما حد يقدر لي من يا ناحيه امجد من يا ناحيه هواي وعود يعني. كاذبه ناس تعبانه
صادفت كل شو كلاشي بهذا المسيره اللطيفه اللطيفه. زين تاثرت الصدمات بحياتك بالفن وخارج الفن؟ لما الصدمات كان ما نجحت اغنيتي. والله ها يعني انت مغنيها على اعتبار على صدمه. لا بالله خلينا نسالك أغنية شيخ الديرة هي بها رسائل فاتتني أنا يعني فاتتني ما سألتها بداية الحلقة. واحدة من الرسائل إنه أنت شيخ الديرة يعني أنت ما حد يقدر يحاجيك أنت سبع أنت قوي. أنا بالبداية طيب بس اشتغلاني اتفقوا علي بالليل شركات ابن فلان وابن فلان شركات اتفقت عليك؟ والله بعض الشركات بعض الاصدقاء المزيفه. زين ليش وقعت ويا الشركه العاد؟ شلون يعني؟ بعض الشركات اختلفت يعني عليك. انت اختاريت الشركه الصح؟ اكيد اختاريت الشركه الصح والناس اللي سووا جيل. يعني نصرت مو يعني مو قليل الملحن الاول صح ترى نصرت عبقري. راح نحكي على جزئيه نصرت. نعم كمل لي شيخ الديره ويعني الهدف اللي بدك توصله من شيخ الديره انه أمجد رأفت مثل ما قلت لك قوي وقادر انه يصعد وانه يكون هو اسم من الاسماء المهمه. اكيد نعم شو هلا انطتني حافز كلش كبير بهذا الموضوع. بعد يعني انتم شفتوا هذا القلب الطيب زين وبعدين بالنهايه منو اللي اشتغل؟ هاني طلع الشيخ الديره اموتكم والله. والله عافيه. زين خلينا نشوف شهد ايش عندها وياك. تاثرت بعلاقه حب؟ والله اكيد تاثرت بعلاقه حب. شلون؟ تأثرت وبعدين تعلمت وصرت قوي بعد ما أحب وبعد ما تحب أبد مو ما راح تقدر تغني زين. لا لا عادي. والله تغيرت الحاسيس. غيرت الحاسيس؟ إيه صار هسه حاسيس بزنس بس. افتهمني. ما بعرفك. زين فنان قديم تحب تغني له؟ والله شوفي هو الطرب القديم العراقي كله يمشي بالدم. إي والله. إي. يعني منو؟ أنا أحب أغني يعني الياس خضر الفؤاد سالم كلهم غنينا من غنينا شي حافظه يلا لصوت الارض يلا. اكيد هاي الفنان ياس خضر الراحل الله يرحمه. تايبين ما نمر مره بدربكم اخ حالفين لا نريد يوم على حبكم هي غلطة مرت وانتهت شمعة العشرة انطفت غلطة مرت وانتهت شمعة العشرة انطفت والذنيب هو ذنيبكم والذنيب بعد هو ذنبكم شو اسوي؟ اي والله ذنب شو اسوي؟ اذا حبتنا المشاهدين فاصل ومكملين وياكم. هبي الكلكم مراجل يلي يمكم حق ما ضاع للوطن خيم انتو صرتوا تاج يا رجال الدفاع ونفخر بي انت عقاللنا نفخر بي انت عقاللنا. هاي تقريبا يعني طبعا اشتغلتها على الجيش العراقي وزارة الدفاع تحياتنا لوزارة الدفاع اشتغلتها حبا يعني حبا بوزارة الدفاع. هاي الاعمال ممكن الوطنيه ما يعني ما تاخذون عليها اجور؟ لا لا مستحيل تشتغلوها للوطن اكيد. احنا ولد هذا البلد ملفينا عافيه والله والله العظيم اجيب لك شغل كتاب خيرنا كله من هذا اجيب لك فلوس ما يصير نغني غير بلد فعادي تضيع ما تغني غير بلد. شنو قصدك عندنا مطربين غنوا غير بلد؟ اكيد هواي. شو تقولهم؟ اقول لهم تحياتي لكم بطلوا تعالوا غنوا ناس لكم ماكو مثل العراق مستحيل فريت الدول كلها ماكو مستحيل وخير العراق ماكو وينك ويك وجه مثل وجهك قبل عمي انت. أمجد شنو تفضل الاكلات الغربيه الشرقيه وبما انه انت تروح هوايه الاربيل؟ شوفي اني افضل الاكلات الشرقيه. زين اني يعني انطيني اللحم دليميه. اي انا دليمي ما اقدر يعني لا مو تشريب اختنق. اي والله يا شهد هي الدليميه والاكلات الشرقيه ينشبع من عندها. لاحظ الاكلات الغربيه يا شهد بما انت تطبخين الاكلات الغربيه والله تسمن تاكل لك وجبه عدل خمس وجبات شرقيه. والله اسوي اكمل اكل القرنبيط والافوكادو لا اكل انت لازم تداري نفسك تاكل ابد مستحيل انت لازم تداري نفسك. اداري نفسي اذا مو فخذ مال غنم ما يخليك تاكل كل شيء. لا امير وياي وياك وياي كل التثاريد بالعافيه. الله يعافيك حبيبي.
أمجد ورأفت خلينا نحكي بتفصيلتهم. نعم. رأفت البدر ذكرناها بداية الحلقة، أنا ذكرت وحضرتك ذكرت إنه هم صنعوا جيل، هم أكيد أكيد يعني أكيد. اليوم أنت من وقعت وياهم يعني كنت على ثقة تامة بأنه خلص أمجد رأفت المحارب من قبل شركات الإنتاج، المحارب من قبل الأشخاص، أكيد راح يلقى ضالته مع شركة نجوم البدر. نجوم البدر أكيد أنا اختارت المكان الصح، المكان اللي طلع جيل زين، فيعني ما ممكن راح يخذلوني بيوم لان لا عدش وياهم ولا عدهم شيء وياي، انه بس نشتغل بالفن. زين تعاملهم شلونه؟ والله تعاملهم كلش راقي، يعني يقول لك بكيفك. والله تريد نشتغل لك، تريد تشتغل على نفسك بكيفك، بس يبقى انه القناه هو انت القناه اللي موقع بيها تبث بيها وتنتج بيها. زين. يعني هو انا اليوم اشتغل موقع وياهم، اشتغل يومهم بالقناه، موزعين موسيقيين اسامي كبار عندي، ما من الممكن اروح برا اشتغل اغنيه. زين ما تتحاسب على اي تفصيله تصير وياك؟ اتحاسب اذا انا اشتغل لغيرهم انتاجات اكيد، ما يصير يعني اليوم انا. زين تقدر تشتري اغنيه من عندهم؟ اكيد اغنيه تعجبني من عندهم اشتريها. مثلا تقول لهم طوني اياها، يقول لك ما هاي مو لك، مو لك، اشتريها. اشتريها وهم ينتجوها. أيه هم يصوروها، هم يلحنوها، هم يوزعوها، هم كل عليهم. اكيد اكيد. هو تبقى بعد شلون يعني اكو بالعقد انه هو مثلا اعطيني محدد لي كم كليب بالسنه، كم اغنيه اذا خلصا مثلا، وهو سوى ليهن بس تبقى من يم يعني اجتهاد فني. يعني عبرت الحد الموجود. أي نعم اجتهاد الفني، انا اشتغل على نفسي. زين. يعني انت خلصت الحد اللي هم الطاقيه مثلا طاقفت خمس اغاني. اي طبيعي. تريد تشتغل بعد طبيعي، هذا بكيفي انا يشتريها، بس تشتريها. بس هم ما يساعدوك بهذا الشيء مثل ما حددوا لك؟ لا شلون ما يساعدوني، انا بالشركه هم ياخذون ارباح من عندها. هو الارباح الاغنيه مالتهم لان هي القناه مالتهم. العفو، انت اذا اشتريت من عندهم اغنيه. اي نعم. انتجوها. أي. وزعوها، لحنوها. نعم تمام. من راح تصعد بالجو ارباحها هم ياخذون نسبه من عندها وفوق ما متفق عليه انت؟ هي اكيد طبيعي. زين هذا شيء طبيعي يعني. شيء طبيعي، هذا اجتهاد فني من عندي انا، اريد اشتغل على نفسي. أنا من أسألك على شركة نجوم البدر وعلى رأفت ونصرة، تحياتنا لهم. أكيد أكيد هم أسماء كبيرة في الفن العراقي طبعًا والغناء طبعًا العراقي، وعلى اعتبار أنت معاهم بالشركة طبعًا. إحنا نريد نوضح، ممكن أكون تصير مثلا أو نسمع أنه رأفت وابس اليوم، إحنا من أمجد وغير أمجد يتحدثون عن طيب التعامل طبعًا. شركة يعني نصرة ورأفت، ويعني تحس أنه بعد أكو بعد إنتاج، أكو بعد عمل عند الشركة. أكو إنتاجات وأكو عمل، وموضوع طبيعي. وهاي المشاكل يعني عركة حبايب تصير بين اي بين انا واخويا تعارك بالبيت. اي طبعا انا وابويا تعارك. زين يقول لك نوبات مصارين البطن تتعارك. مو والله صحيح، بس اكو بعض الناس. انت هم تتعارك؟ انا بالعكس، انا خوش ولد صدق والله، بس اللي وصل لي حد. لا وحال ابن ابي طالب هذا غنيت لهم شيخ الديره. زين امجد شنو اللي معرقل حياتك الشخصيه؟ والله يعني حاليا المعرقة الحياة الشخصية شوية، يعني أبويا مر بوقعة صحية صحة وعافية إن شاء الله. أي شوية يعني أكو هواي يعني اليوم يلا زين، صار لي شهرين ما مزين. هاي اللي عنده تجينا؟ أي والله مو بسيتي عنده طلعة. زين أمجد خلينا نحكي عن الحياة، ممكن الشغف بالحياة. احكي لي شغفك بالحياة، رياضي مو رياضي؟ أنا جيمنج ألعب بلاي. ما تفقده؟ شلون يعني؟ تفقد شغفك بالحياة؟ شلون لا؟ يعني شلون افقد؟ يعني مرات تصير عندك تفقد الشغف، ما تقدر كل شيء تسوي، لا تغني ولا تلعب ولا كل شيء تسوي. اي انا يصير بي حاله نفسيه. زين امجد تلعب بيس لو فيفا؟ هو كل شيء. انت اذا شافه غرفتي؟ ايه الدوخ. والله غرفتي مجهزه. ادروك انه نلعبون وياك بيس. هاي اغلبك. انطق طرح خمس اهداف. ما تقدر. هاي قدام المشاهدين. انطق خمس اهداف. من انا صغير نايم بالغرفه. زين المن تختار، يا فريق اكثر؟ والله اختار ريال مدريد. كريستيانو رونالدو ضرب نابوري. مدريد لازم اطلعك اليوم. مدريد صاحبنا. زين تحب ريال مدريد؟ اكيد. ما غنيت لهم؟ لا ما يصير. ما تغني لهم؟ أغني. يعني ما تحب؟ اغني لفريقنا العراقي، عندنا فريق، ليش اغني ريال مدريد؟ لا يلا غنينا فريقنا. ايش غنيت للمنتخب؟ بما انه احنا عندنا لعبتين قادمات مع فلسطين وكوريا الجنوبيه. والله غنيت اغنيه بس هسه شلون تحضرني؟ ما تحضرني. ما تحضرك؟ موجوده غنيتها، موجوده نزلتها. ها نزلت عليك يعني ذاكره ورقيه. يا علي جاسم العب، تعبهم ولا تتعب،
والقول الاول بس لك محسومه هاي المساله هيك يعني فد اغنيه حلوه هاي فراحيه اي اي هوا اغنيه فراحيه كلش حلوه بس شويه يعني ناسيها زين امجد شنو خلاك تسوي الجزء الثاني الاغنيه شيخ الديره شفت القبول مال الناس عليها ويعني شجعك انه تسوي جزء ثاني لها اكيد إلها؟ اكيد يعني هسه انا من دا اطب حفله زين القسم النسائي يحب الاغنيه القسم الرجالي يحب الاغنيه الجهال يحب الاغنيه العجائز تحب الاغنيه فلازم اظل بهذا اللون فسوي جزء صعب ثاني صعب اعبر من لون ناجح الى لون وامشي لان مشيت بكيفي ما اشتغلت نزلت اغنيه كلش جميله ما اشتغلت شنو هاي الاغنيه نزلت اغنيه تقول لي وعيونك الحلوات ما حد بالقلبات فارغ احس هالكون من دونك بالدنيا شفت اشكال ما حد شغل هالبال نرجع احس اطفال بحضنك لا تحلفني بدعت عينك انت عيوني لا تحب الغار عيني من عيوني الله. انت حلالي وعشقي وحقي وتوام روحي حبيبي وباب القلب مكتوب اسمك ويما قلوب منك ابد ما توب حبيبي الله شلون اغنيه حلوه حلوه ايش قالوا لك قالوا لك يعني نريد نريد فرائحي نريد فرائحي بس قالوا لك قالوا لك بدل سيارتك اي والله وايد هو قالوا لك ليش يريد يبدل سيارتك يعني وجهانيات وجهانيات نو يعني هذا المجال وجهانياتي يشتغل وجهانياتي بدل انا سيارتي مو قاصره كي 5 24 زينه هاي اي طبيعيه لا عاد شنو هي السياره رادك تبدل اريد لتاهو اركب تاهو انا ما احب حتى اهل التاهو ما احبهم زين يعني وجهانيات مو اي لازم برستيج يعني ابتسامه و... اي لازم كيف لازم اطلعها 750 سويه عاديه مو ماكسيمتر ايش اسمه شويه 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 هاي كل ما ان شاء الله نطمح للام 7000 دولار أمو 7000 دولار إيه هاي أراد لك يومي تغني بالليل شيلهم كلهم وركب سنون جديد يومي أراد لك تغني بالليل لا مش شرط الليل أكثر أغنية تغنيها بالليل تحس السهرانين يحبوها والله أكثر الأغاني يحبون الربع شنو هاي الربع الربع يعني الإيقاع الربع شنو هذا يعني مثلا تقول اجى الليل يخلص الليل راح أسهر ودمعي يسيل جار من الونين يشيل ويا يا با ويا يا با يا يا با يا يا با يا با يا ليل شبي ما نامن أصب دموعي قدامه علي الشاد حزامه ونجمة سالف النجمة على حظي وكثر همه شوكت تقضين يا الظلمه علي هموم ملتمه يا ويلي زين ممكن نشوفك بالمستقبل ديو مع مو الملحن الفنان نصرة البدر ان شاء الله اكيد نفكر بيها شلون ما افكر بيها نصرة البدر نصرة البدر من تشوف شخص نعم تنطيه الثقه بالتالي هو يبادلك الثقه تكون ما غلطان اي يعني انت مستفاد من بيت البدر تغني وياهم ويلحنوا لك وينتجوا لك ويوزعوا لك ويخرجوا لك طبعا هاي تبقى بعد يعني احتمال يصير بينات اصياح على العمل فد غلطه هاي عادي يصير ليش تطلع بالسوشيال ميديا ويبول يقول لي على مال من بين صديق وبصديقي متفاهمون بيناتهم انت الموضوع هم تصايحون على عمل مثلا لا مستحيل يعني ممكن مو سوء تفاهم انما نقاشات والنقاشات تعلى بها الاصوات اكيد تصير نقاشات مرات طبيعي بعدين نرجع احنا اصدقاء يعني انت تعرفت عليهم عن طريق العمل لو انه هم اصدقائك من زمان لا يعني اصدقائي وطبيت وياهم يعني عن طريق العمل اكيد المقامات صعبه المقامات كلها صعبه الطبقات الاوزان أنا تعلمت ذكاء أنا علمت نفسي يعني اللي هن البيات الحجاز الكورد العجم السيجار ريست كلهن هذني وبين تفرعات البيات حلو تغني بيات إيه طبعا شنو البيات تغني الشمس أخوالي يا ويلي يا ويلي يا ويلا
حبيبي القطع بي وقطع مرسالي اي والله بعد ما ريده وتشزيت الرقم مالي ايه حبيبي القطع بي وقال اي والله قال ما ريده كل ضيم اللي جاني والله من نيده ايه راح انسى ومسحه وشلته من بالي اي والله مسحت رقمه هضيمه يشيله جوالي تحياتي لك الشمس قد يلا الشمس قد قسمت نصفين لي ولها الشمس قد قسمت نصفين لي ولها والنور في خدها والنار في كبدي النور في خدها ويا والنار 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 في كبدي ويلي 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 تحياتي الى سعد البياتي عاش صوتك صوتك بالبياتي خبر ايه؟ يا عمري انت هم حلو عوفني يعني صوتك لا صوتي مو حلو صوتك بالبياتي خبر اي مو ليش مركز على الهوى مو اي مو هو الهوى هم بيها بيات نفس الشيء لا غني بيات بحت يعني مواويل انا حسيت انه انت صوتك بالبيات يخبل ما شوف طلبت منك الشمس قد قسمت اي اكيد مو شوف كل فنان موسيقي يقدر يغني كل الاطوار والله هسه تسالني اي طار اغني بس نوبات متميز يكون اكو فنان متميز بطور معين اي اكيد انا متميز بالكورد والبيات يعني ودائما قريبات علي دائما نسمع كورد اي والله طمعانين بي اليوم اي والله خلنا نسمع كورد يلا ما تحبك بعد لا تسأل عليه ما تحبك هو هذا اللي تبي ما تحبك روح وانثر لا ورود وبشي يا خاين على اللي صار بي مجنوني وينك تال بحضني يا مجنوني وينك تال بحضني يا مجنوني وينك حبيبي يا وفي اشتعل بيك وانطفي وينك حبيبي يا وفي اشتعل بيك وانطفي انت الهوى وانت الحياة عيشني ليلة بقلبك الله عاش صوتك متكامل الأمجد كله ايش عبالك شاغل ديرة هين يا زين الدليمية مأثرة عليك هواية كلش دليمية غيرة الدليمية من تقوب والصينية الدليمية اويلي علي هيك العرق ينزل زين ممكن تشرب شيء حار قبل الاغاني يلا ها يلا هذا الشيء يهمك شاي امجد ممكن المستقبل يضم لك اشياء ممكن حزينة ممكن مفرحة ممكن بيها توفيق ممكن بيها سوء توفيق بالتالي كلها إرادة الله سبحانه عز وجل أكيد لك خطة أنت عادها للمستقبل لك جديد؟ أكيد طبعاً إن شاء الله إيش راح تبهرنا بالجديد؟ والله هو أنا مقلت يعني لك أنا لا هو ضروري أنا لازم أنزل منوع ما يصير أبقى على لون واحد هسا أنت عندك جديد منزل إيه عندي جديد بعد بعد يعني سمعنا يا بعد ما نازل بعد ما نازل ما يقول ملحن لا ما حد ما يبوقول بس شوية للفلوجة للفلوجة؟ قناة الفلوجة بما أنه أنت دليمي ايوه قناة الفلوجة يلا قناة الفلوجة يشفد هال الفلوجة تعانينا وعفنا بيوتنا وجينا هال الفلوجة تعانينا وعفنا بيوتنا وجينا وفلوجة وفلوجة بس اسمك كافي فلوجة بس اسمك هلو زين امجد وين تشوف نفسك بعد 5 سنين؟ والله اشوف نفسي ان شاء الله بالنجوميه العالميه العربيه ان شاء الله تستحق والله ان شاء الله تستحق والله ان شاء الله ما دام انت مصر على النجاح تنجح اي عندك هذا المعتقد بداخلك طبعا ان شاء الله صارت بيها حاله نفسيه احكي ويا الحائط شو تصير نجم طبعا ومستعجل على النجوميه؟ اي لان انا شوف عفت كل حياتي وتوجهت لهذا الشيء فلازم احقق به ماكو صبر؟ ماكو صبر أبد
وايد صبرت، صار لي 10 سنين. ترجع تقول انا شيخ الديره؟ صار لك 10 سنين؟ صار لي 10 سنين اغني. انت يا مواليد؟ انا مواليد 95. 95؟ اي صار لك 10 سنين. كنت بعدك حتى بالمدرسه؟ اي والله بالمدرسه. زين ليش متندم؟ شو مقهور؟ يعني صار لي هواي فترة أغني و... من كان يدق على الرحلة هو بال... مو قلت لك هواي خذلوني وهواي يعني. كملت المدرسة لو ما كملت؟ لا ما كملت المدرسة، بطلت، تجأت للفن. ايه. شفت لو هو لو ما أريد أقعد الصبح أحضر واجبات بالليل، شيل الجنطة وروح بعدين تجي الشهادة وما حد يعيني وما حد يقلبني. بس خطية يعني أغلب الشباب كلهم سواق تاكسي شايتشي. اسئله يقول لي دكتوره مخلص تريد نصير مثلهم دكتوره وبعد بيت لا ما اخذ دكتوره ما اخذ دكتوره هاي سؤال فيلم من التاكسي دكتور ممكن تكتب يعني اكو واحد اي مكمل علوم ماجستير يعني علوم سياسيه كل شيء مكمل ماجستير علوم سياسيه ماجستير علوم سياسيه مكمل يشتغل بتيك توك صديقي مصطفى حتى الله ما يقبلها والله صحيح اي صح والله ممكن الوضع العام حتم علينا انه نبحث عن الاعمال الحره نجتهد بالاعمال الحره بالتالي ما كنت يمكن درجات وظيفيه او نلتجئ للتعيين الحكومي امجد رأفت احنا سألناك بعد 5 سنين وين نشوف نفسك وين نشوف نفسك قلت ان شاء الله بالنجوم احنا نتمنى لك هذا الشيء حبيبي طريق النجاح راح تبدي راح تبقى مستمر بهذا اكيد هذا لازم العزم. ابقى مستمر بالنجاحات اذا الناس يعني اللي دا اشتغل وياهم ما خذلوني اكيد راح نبقى ناجحين وراح نبقى ايد بايد ومتكاتفين ونحقق النجاحات بقت بيد ربك نشوف الله يظلمك بما انه انت بدايتك شيخ الديره مو بالمنتصف راح تغني شيخ الكار لا شنو شيخ الكار يعني شيخ كار كار الغنى لا وانا شيخ الديره بعد كلنا اخذتهم كلنا اخذت الديره كلها هي والبيه هي والبيه اي بعد شكله من هذا حقه نزل الجزء الثاني اي نزله احنا لا بعده منازل بعده دنجهز بيه دنجهز بيه مو ايه. بعد الامور والتغيرات بعد صعب كيف الجزء الثاني مال شيخ الديره فلك ومعبب تنك بوقنا بواحد زين امجد ما يصير يوقوع الجزء الاول والجزء الثاني كيف فايف شلون يعني الجزء الاول من الاغنيه ما شيخ الديره كانت الكي 5 لو الجزء الثاني لا الكي 5 جبتها بتاع بعرق جبيني قبل يعني قبل ما يعني ما اشتغل الاغنيه يعني بعدها كانت منازل لا الجزء الاول ولا الثاني زين الجزء الثاني شنو تاهه قبل لا احنا دليل معروفين عندنا فلوس طول بعمرك امجد رأفت المبدع يا حبيبي الفنان المجتهد عجبني بيك اصرارك على النجاح نتمنى لك الموفقيه والنجاح ان شاء الله سعيد سعيدين بوجودك ويانا اني اسعد واليوم طبعا كل السعيد شفتكم ووجوهكم الحلوه وضحكتكم الحلوه الله يسلمك تحياتي لقناه فلوجه وكادرها الجميل شكرا لك وتحياتنا لفلوجه شلعقله شكرا لك تحياتنا لك اذا احبتنا المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم على امل اللقاء بكم في حلقات اخرى قبل ما اختم علي ان اشكر مول القاهرة على حسن الضيافة والاستقبال والختام موصول إلى شهد القيسي إذن أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم ختام حلقتنا لهذا اليوم نشوفكم حلقة جديدة مع نجم جديد وقصة جديدة على شاشة قناة الفلوجة الفضائية